السلام عليكم ورحمة الله. هذه 7 فوائد للسجود إياك أن تغفل عنها. والله أخي الحبيب، لو علمت ماذا يفعل السجود وكمية الفوائد له في الدنيا والآخرة لن تتركه أبدا. أول شيء يجب أن تعلمه وأهم شيء، أنك إذا أردت أن تتقرب من الله الوسيلة الأولى هي السجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يكفي أن السجود يقربك من الله. إذا ضاقت بك الدنيا وتراكمت عليك الهموم، إذا كان لديك حاجة عند الله وأردت أن تتقرب منه، فاعلم أن السجود هو أفضل أو أسهل ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الفائدة الأولى للسجود هي القرب من الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية استجابة الدعاء في السجود. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ماذا قال بعدها؟ ماذا نصحنا؟ قال: فأكثروا الدعاء. فإذا أنت عندما تكون قريبا من الله، والله يسمعك ويراك ويتجلى عليك وأنت ساجد، إذا أردت دعوة مستجابة فادع بها أثناء السجود. يعني إذا كان لديك حاجة عند الله سبحانه وتعالى وهذه الحاجة لا تقضى أو متعسرة، توضأ، صلي 2 ركعات، وبخاصة في جوف الليل، في الثلث الأخير من الليل قبل الصبح، قبل أذان الصبح بساعة أو ساعتين، وأكثر من السجود، وادعو الله بخشوع وأنت ساجد وأنت مستيقن أن الله قريب منك يسمع دعائك وأنه سيستجيب هذا الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى. إذن الفائدة الأولى التقرب من الله، وهو أهم هدف لنا. نحن الآن نسعى للتقرب من فلان ذو شهرة أو منصب أو مال، فكيف بك إذا تقربت من رب العالمين مالك الملك سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام الذي بيده شؤون العباد، شؤون الكون بيده سبحانه وتعالى. إذن الفائدة الأولى القرب من الله، الفائدة الثانية استجابة الدعاء، الفائدة الثالثة مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذه فائدة للآخرة، يعني إحساس جميل جدا أن تشعر أنك ستكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الذي أحببته وآمنت به وعملت بسنته. كم جميل أن تكون معه يوم القيامة. لذلك أحد الصحابة الكرام عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أسألك مرافقتك في الجنة، فماذا قال له؟ دله على طريقة يحبها النبي، يحبها الله ورسوله، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود صلى الله عليه وسلم. طبعا أيها الأحبة، عندما يضمن أحدنا مرافقة النبي في الجنة، كل مشاكله في الدنيا ستحل بإذن الله، سيبتعد عن المعاصي، الله عز وجل سيفتح له أبواب الخير لأنه سيكون رفيقا لهذا النبي. فكما أن الله رحم نبيه وحفظه من الشر ونصره ورزقه الإحسان والعفو والعلم والأخلاق الحسنة، أيضا سيرزقك الله كما رزق نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنك ستكون رفيقه في الجنة صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة أيها الأحبة للصدر، يعني أنا قرأت دراسة علمية أن وضعية السجود وهي من ضمن ما يسمى بعض الرياضات مثل اليوغا وغيرها، وضعية السجود هذه تقوي عضلات الصدر، تساعد على الاسترخاء، تقلل التوتر، تزيد من جودة التنفس أو من أداء الرئتين، وتزيد من مقاومة الفيروسات أيضا سبحان الله. بل هناك فائدة أيضا يتحدث عنها الخبراء، أن وضعية السجود هذه إذا أكثرت منها تحسن أداء الهيكل العظمي، توسع الرئتين، وتنشط الدورة الدموية، وتزيد تدفق الدم إلى الدماغ. فتصور معي أخي الحبيب، أيضا الله عز وجل أعطاك فوائد عاجلة ليرغبك بالسجود. فلذلك الذي يكثر من السجود تجد أن وضع الرئتين يكون أفضل والأداء يكون أعلى، وهذه حقائق علمية طبعا لا شك فيها.
الفائدة الخامسة، رفع الدرجات عند الله. كل سجدة ترفعك درجة عند الله، والدرجة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما بين السماء والأرض. فتخيل أنت بسجدة واحدة لن تأخذ معك أكثر من ثوان معدودة، ترفع نفسك عند الله درجة. انظر معي ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أريدك أن تستيقن أن هذا الحديث موجه لك أيضا، النبي يخاطبك ويخاطبني، لأن النبي حي عليه الصلاة والسلام، صحيح هو عند ربه ولكنه حي يرزق، تعاليمه باقية بيننا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالنبي يدعوك الآن، يقول لك: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة صلى الله عليه وسلم. يعني انظر، هذه نصيحة نبوية للأسف نغفل عنها. معظمنا يريد أن يصلي بسرعة ويرتاح من هذه الصلاة، وكأنها هم، كأنها عبء عليه، للأسف لأننا لم نفهم فلسفة الصلاة، لماذا نصلي أصلا. فلذلك عندما تكثر من السجود، كل سجدة وأنت تسجدها لله يجب أن تعلم أن الله رفعك بها درجة عنده سبحانه وتعالى، وبنفس الوقت حط عنك بها خطيئة. ومن منا لا يخطئ اليوم؟ من منا لا يغرق في بحر الخطيئة؟ للأسف، خاصة في هذا العصر، عصر الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. لذلك أخي الحبيب، أكثر من السجود لله عز وجل، وسوف تجد فوائد هذا السجود في الدنيا أولا ويوم لقاء الله سبحانه وتعالى. الفائدة السادسة، علاج لضيق الصدر لهموم العصر. النبي كان يحزن أحيانا لأنه كان يحب الخير لكل الناس، ولكن للأسف لا يستجيبون له، يريد أن ينقذهم من نار جهنم ولكنهم يتآمرون عليه. كثير منا اليوم يشعر بهذا الإحساس، أنك أنت تحب الخير للناس ولكن للأسف لا ترى منهم إلا الغدر والخيانة والتآمر والحسد وحب الشر لك. طيب ماذا تفعل في هذه الحالة، حالة الضيق، حالة الهم، عندما تتراكم عليك الهموم؟ انظر معي إلى هذه الآية الكريمة: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب ما هو الحل؟ قال تبارك وتعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. التسبيح والسجود، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فإذا أخي الحبيب، أفضل وضعية للتسبيح هي وضعية السجود. يعني إذا أصابك ضيق شديد، أسجد لله وقل: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. التجأ إلى الله بإخلاص، بمحبة، اسأل الله حاجتك. الله أكرم مما تتصور، وعطاؤه أوسع مما تتصور، رحمته وسعت كل شيء. فلا تيأس أخي الحبيب، لأن هذا الإله العظيم هو الذي خلقك ورزقك، هو الذي أعطاك نعمة العقل ونعمة الجسد، أنعم عليك بمليارات النعم لو حسبت نعمة البصر والسمع وغير ذلك. وانظر من حولك إلى من فقد هذه النعم، كيف حاله. فلذلك هنا من فوائد السجود أيضا علاج الهموم، علاج ضيق الصدر. والفائدة السابعة، وهي فائدة خفية لا يراها إلا المؤمنون: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. كثرة السجود تغير ملامح الوجه، وهذا الكلام من الناحية العلمية صحيح، لأن الدراسات العلمية كما تعلمون كشفت أن تقاسيم الوجه وملامح الوجه وسمات الوجه تتغير مع تغير سلوك الإنسان. فتجد أن المجرم سبحان الله لديه سمات واضحة، تجد أن الإنسان الذي يكثر من أعمال البر له سمات مميزة في وجهه، الإنسان المحب للخير يظهر على وجهه، الإنسان المنافق سبحان الله يظهر على وجهه، تنفر منه. فإذا كثرة السجود، الذي يكثر من السجود مدحه الله سبحانه وتعالى في القرآن وأكرمه بسمات مميزة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وسمة السجود لا تعني هذه العلامة التي أحيانا تكون عند بعض الناس، لا، سيماهم يعني علامات تقاسيم الوجه، وهذه يشعرها الإنسان بقلبه. يعني أنت عندما ترى إنسان يكثر من السجود وأعمال البر والأعمال الصالحة، سبحان الله، ترتاح له نفسيا بمجرد أن تنظر إلى وجهه. وعندما ترى إنسان كثير النفاق والشر والظلم، سبحان الله، الفطرة السليمة تنفر منه، لأن هذه السمات تظهر على وجهه. وأخيرا أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل عليكم، نختم بدعاء السجود. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه وسجوده، هناك أدعية كثيرة ولكن أختار هذا الدعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. أيضا النبي كان يكثر من التسبيح، يكثر من قوله تعالى: سجد وجهي للذي خلقه وصوره بغير حول مني ولا قوة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على كثرة السجود، وأن نكون قريبين من الله سبحانه وتعالى، وأن نكون ممن كتب الله له مرافقة النبي الأعظم يوم القيامة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.